دكتور مهند حمودة في اي بي دكتور. اللي احنا بنعمله انه نحاول قد ما فينا نقدم الخدمه الطبيه اللازمه، خدمه الاسعافيه emergency medical services EMS services، اسعافات واطباء ومسعفين. دكتور مهند، اهميه وجود في اي بي دكتور خلينا نقول مع اي نشاط رياضي قديش؟ هلا بيعتمد حسب النشاط، بس هو بشكل عام يعني كل ما كان في وجود للهيلث كير سيرفيسز، الخدمات الطبيه بالذات خدمات الاسعاف، كل ما كان احسن، كل ما كان اهم، لانه بالنهايه شو ما كان النشاط حتى لو كان بس ماس جاذرينج، شو ما بصير نحن موجودين، او الكوادر الطبيه نحن او حدا غيرنا موجودين. فبالتالي كتير مهمه خبريه ان يكونوا موجودين في النشاطات والفعاليات. احنا بنغطي كتير فعاليات ما شاء الله، دبي فيها يمكن اكثر دول مدينه بالعالم فيها فعاليات بالذات بهذا الوقت، وفعاليات كتير مهمه انترناشونال وناشونال والى اخره، فوجودنا مهم. انتم عملتوا فحوصات لكل المشاركين ولاي حدا كان موجود بهذا المكان بشكل مجاني، قديش مهمه الرعايه الطبيه لاي شخص يقترب او يخوض غمار البحر؟ اكيد كتير مهم، لان ممكن يكون في كتير يعني هلا لازم نحكي عليه وناخذ وقت طويل، لكن مختصر كتير ممكن يكون في حوادث او في اصابات ممكن تصير، ممكن اغماء، ممكن حدا داخ، ممكن حدا وقع، ممكن حدا انصاب وضرب راسه مثلا لا سمح الله في البوت او في الجتسكي او في شو ما كان الماتيريال اللي موجوده اللي عم بيسابقوا عليها، اذا كانت يعني دراجه او بحر او الى اخره، فبدك حدا يسعفه، بدك حدا ايميديتلي بسرعه انه يعالجه. ودائما في الهيلث كير سيرفيس بشكل عام اهميه الاصابه في البري هوسبيتال، يعني قبل ما يوصل على المستشفى، بتكون بتحدد شو المريض رح يصير معه، اوكي، شو الفيت احيانا للمريض. كل ما كانت صح وكل ما كانت سريعه وكل ما كانت اون تايم، كل ما الاوتكم كان احسن. لنا شرف انه نكون موجودين هون ونخدم ونقدم الخدمه، هذا شرف كبير لنا للجمهور ولدي اي ام سي نادي دبي الرياضي. بالنسبه للراديو زون فكره رهيبه، فكره حلوه، انا دائما الناس اللي بحب وبشجع الافكار الاوتسايد بوكس بغض النظر عن التكلفه. جود لك، شكرا لكم ويعطيكم الف عافيه، وضلك دائما نعمل معي انترفيوز. اهلا في دكتور. اهلا اهلا. Radio Season.